والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين المدن الخضراء. لكن كان عندي مشكلة بسيطة بنحلها إن شاء الله في الحلقة. على فكرة عدة مشاكل. عنوان الحلقة هي الطريق السريع. أول شيء بشكركم طبعا في بداية الحلقة على متابعتكم السلسلة هاي وعلى الفولو وعلى سبسكرايب. أتمنى أنكم تسووا لها شير لايك سبسكرايب كل شيء إن شاء الله. والحلقة مستمرة وستزيد استمرارا وبنطورها اكثر. لو تذكرون القطار اللي سويناه انا فتحت المناطق اللي هنا لتكمل السياحية، بس لازم نحل مشاكل الطريق السريع. ومشاكل الطريق السريع خلها يروحون، ما بقى وايد زحمة قطارات. لحظة ممكن تدعسون شوي. الشكل لازم اكسر شوي قطارات. ما بقى اكسر قطارات، ما بقى اكسر، ما بقى اكسر. اقول لك انا اسف، انت بتروح خلاص برايك. مزيد هذا الشارع مش اوكي ابدا، اقولكم ابدا يعني ابدا. هذا القطار، انا اسف يا صديقي القطار، اسف اسف جدا. لكن هذا راح يكون طريق ثاني جديد الحين. حتى هذا بيتكسر مسكين، كسر خاطري. لان هالمدينة يبالها الصراحة توسعة كبيرة، وتوسعة الطريق السريع هنا ما بتكون قضية سهلة على فكرة، بتكون قضية شوي يبالها وقت وشوي يبالها تركيز. لأن لأن نحن نبغى نحل مشكلة منه طريقة سريعة الحين. سكس يونت في سكس يونت 90 درجة أوكي. نبغى نحل مشكلة الطريقة السريعة. مشكلة الطريق السريع صعب تنحل بالسهولة هاي. بسوي هني، نرفع هذا صديقنا حبة، لحظة شوف هذا ما يمتد. اوكي بنهدم هذا، بننزل ارتفاع حبة. ما يستوي لا ما يستوي، يمكن ننزل ارتفاع حبة شوي. الهدف ان الحين اللي مسوي لي اكثر المشاكل انا منه، اللي مسوي لي اكثر المشاكل اللي هي الصناعية. ليش؟ لان زحمة الشاحنات اللي على الصناعية وعلى الطريق السريع تسوي لنا رحلة معاناة بصراحة، بتسوي لنا رحلة معاناة. ابغى شيء شوف جيد. وهني شيء بعد جيد. سيدة يا سيدة اوكي، بيروح من هنا لين هنا، ونبخط 90 درجة طبعا اكيد 90 درجة 10 يونتس، ونبخط سيدة لين هنا، نبخط هني 30 يونت لين هني يكون شو سيدة. زين معناه في قطار ثاني بعد راح فيها مسكين. والله مكاسرين خاطري، لكن المكان يبغى له ترتيب، المكان يبغى له الصراحة ترتيب من الخاطر. مو مشكلة، بنحطين احنا الحين هذا، وصل هذا هني، نعدل شوي الشارع هني. ايوه هاي شكله منطقي اكثر وايد من اللي قبله. القطار يقدر ينزل هنا على راحته، يروح ويرد على كيفه. هني شكله جميل نفس الشيء. هني كنت بامد اندر جراوند، لكن غيرت رايي خلاص، ما بسوي اندر جراوند، بنسوي مخرج من الدوار هذا نفسه بس بعيد عن الزحمه، يكون بالشكل. المشكلة ترى عندنا انفاق تحت على فكرة، فلا توقع الموضوع سهل، فلازم نرتب منو. انا رفعته، بيكون عندنا المشكلة انفاق، المشكلة الفعلية يعني، المشكلة الفعلية في الانفاق.
فالانفاق ما تخلينا ناخذ راحتنا في المكان اللي نحن فيه. ممكن اسوي الطريقة هاي، اطلع من هني خط ابو درب يقدرون يرجعون منه، مش درب مسكر عليهم، الدرب يقدرون يردون منه. الدرب المسكر راح يكون مشكلة شوي، مش شوي وايد، مشكلة ضخمة راح يكون. تعديل بسيط. الشوارع العامة بشكل عام بتاخذ وقت، لازم وقت. الحين افضل شكله وايد، هي الحين احسن. ويبان شارع بالعكس اللي هو من جنب الشارع الى الداخل شوي شوي، بعد مو مشكلة شوي بعده. ويدخل وين الشارع متقاطع او مع السيد بالطريقة هاي. شوفوا يعني هاي البيول من هنا، ما اتصور شاحنات بتدعم ان شاء الله محدد عن، بس محتاجين خط رايح جنب المدينة، والشارع بيكون مرتفع ترى. ليش بيكون مرتفع؟ اذا بتسألون، اتوقع انكم بتسألون سؤال نفس هذا، لانه بعدين شو بنسوي؟ لحظة خلينا نحط هاي جنبه. اوكي رقم واحد، لان بعدين احنا بنحطه جنبه شو؟ ولا المدينة هاي راح تمتد شوارع، احنا ما نبى المدينة هاي شو؟ شوي شارع بيكون مايل، مش عايب اني انه مايل. ممكن لانه اصلا هو مو بسيده هناك، ما نقدر نميله عند رفاهية هاي. انا اني اميل الشارع، في شارع جنبه بالضبط مرة، شوف ممتاز ممتاز. خلنا نجربه بس. رقم واحد هذا الشارع اللي راح يكون بين منو؟ بينه وبين الصناعية. الصناعية موضوع طويل ترى، الصناعية موضوع لا ينتهي لا ينتهي ابدا. وبما ان في نص المدينة مر، انا جالس اسوي بعض الاحتياطات، اتمنى ان 100% يضبطون. ترى اذا ما ضبط 100% عادي ترى على فكرة، لان احنا في نهاية اليوم شو راح نسوي اذا ما ضبط 100%؟ نقدر بكل بساطة نبدره، بس مش قضية ترى على فكرة. يعني اتصور الشوارع يكونون بالعكس يكون افضل. لا يعني الترتيب راح يختلف، هذا اللفة بعدلها انا لازم على فكرة، افكر لازم اعدلها. زين هذا الشارع راح يمتد لا لازم اقلب الشوارع، لازم اقلب الشوارع. هذا راح يمن هني لين لحظة، نبغى ناخذ الزحمة من هذا تقاطع هني، بنسوي
هذا بالعكس. خلنا نجرب الشوارع. اوكي. الحين افضل. افضل وايد الحين. هذا شوي منطقي اكثر، لكن بعد اشيل هذا. طبعا هالبروسس بيكون كل الشوارع تقريبا على فكره. ها مكان احلى بعد الحين، بس يباله شوي. شو خط هذا يكون سيده زين، هذا بعد يباله شوي يكون بالطريقه هاي. بيكون منطقي وايد. هاي طريقة حلوة قانع فيها انا. اوكي ممتاز. حنا نرجع مرة ثانية صديقنا منو الدوار. الدوار تعال يا دوار. المشكلة عادي، هاي سويه هني، سويه موف تول سيدة والنيب. قاطعين عند بعض، حس ما ينفع صح. خلنا نسوي، أفكر روما نسوي حركة، لكن شو الوضع بيكون شوية. أحس بيكون كوسة، بيكون شوية كوسة. هذا نسوي سيده شوي. كونكشن لوست، تسوي مخرج. وهذا نحركه شوي، تسوي مدخل. اوكي ممتاز. نروح ناخذ وندخل بعد، ما عندنا مشاكل. في شارع يمر من تحته بكل اريحيه، هذا المهم. في شوارع تمر من تحت انزين، وبناخذ لنا نقطه منه. هذا البروسس بنعيده شوي، بنعيده وبنزيد فيه بعد. النبا هذا بس مشكلة كيوبايد اوريدي يقول لي، فشو بسوي؟ وهذا خط داخل عليه زين، وخط نفس الشيء. يطلع من هذا يوصل لوين؟ نفس التقاطع بيكون زين. هذا رايح بس مش هني، لا يمكن نقضي شوي وقت زايد الحين في البناء، لكن يستاهل. ليش يستاهل؟ لان هالبنا هذا راح يوفر لنا شو؟ 4 يونت. اوكي خلنا نشوف كيف يضبط على الدوار الشبه دائري، مش 100% دائري. النبوة يكون شوي بهالطريقة هاي. ايوه رقم واحد، هي رقم واحد، هي رقم واحد. الحين رقم واحد نسويها مع تقاطع واحد. حرك هذا هني بصديقنا هذا الجنب، هذا مرة مرة جنبه ما يباله شيء. والنيبة لوين؟ تقريب الصناعية. ترى هذا الموضوع كامل موضوع الهايوي دائما بالطريقة هاي يكون، لكن هذا المفروض انه يوفر لنا زحمة
لا يمكن أن تتخيلوها. يعني الزحمة اللي نحن مفروض أن نتفاداها في آخر قطعة من هذا الهدار. مفروض الزحمة اللي نتفاداها نحن في شيء مش طبيعي، شيء خرافي. هذا زعلني هذا. لحظة نرفع شوي. اوكي هذا درب ممتاز رقم واحد. زين ها طريقة معروف. لان الحين شو المشكلة اللي احنا نواجهها فعليا في هالاماكن، اللي هي كيف نطلع الشارع وكيف ندخل الشارع. حط على السوت احسن من هاي تبعد افكر يعني بمراحل. هن شنو بقى الحين؟ نبغى نمد لنا شارع يدين وين؟ لين هني قبل شارع يدخلنا الزحمة. الهاي واي دايركت على منو؟ على المكان هذا. بس مش محتاج هالكبر، محتاج اخذ شوارع صغيرة صراحة. ممكن اخذ لي شارع صغيرون ودخل هنيك مخرج. اوكي ها كله قابل للترتيب، ما في شيء مش قابل انه يترتب على فكرة يعني. ايوه الحين نزل شوي منطقية اكثر، ونبى مخرج نوصله من هني لين هني تقريبا، ويدخل لنا دخلت أبطال وين؟ أبا يدخل في الدوار مرة ثانية لأن لو استوت عندي زحمة في المستقبل شو بسوي؟ خلي الشارع سيده. شوفوا هذا الفايده من المرات اللي احنا قاعد نسويها. ممكن اسيبها بالطريقه هاي بعد. جميل جميل. اباه يدخل وين؟ اباه يدخل اوكي. او تعرفون شو، انا عندي لكم الحل الممتاز. نجيب الشارع هذا، نجيب هذا، لان هالشارع اصلا بكبره. مفروض انه شو نحرك شوي هذا نكشخه. هات تقاطع شوي اكبر وبنطلع من التقاطعات على فكره. المدينه اللي هني بتكون بتطلع من الهايوي هذا على فكره، لان عندنا دواوير فوق السمو، عندنا شوارع نقدر نوصلها دايركت. بس الحين شوفوا الصناعيه اللي هني، شوف 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 الزحمه وين بتروح. انتوا خبروني شيء رقم واحد يكون. شوفوا على طول يطلعون هاي واي. الشاحنات قام يجون نفسي يدري وين. المكان هذا لازم تحسبون حسابكم حق كل شيء يعني. مش موضوع يباله شوي تكتكه. الحين نحن شو هذا مقابل شو بيبدون؟ اظن يباله مساله وقت قبل لا يستعملوا الشارع. يمكن ما يعرفون ما يدلونه، ما حطينا الحين على جوجل ماب. لين نحطه على جوجل ماب. بس هذا الدوار هذا يكون من اكبر الدوابير اللي نحن سويناها الحين على فكره يعني.
قارني ليش بنحط يدور هذا. لحظة اوكي كنت اشوف الموس سوري كنت اشوف هذا الشارع راح يكون شارع رئيسي في يوم من الايام راح يستعملون كثير راح يستعملون فكرة طبعا راح يكون بسيط لكن هذا ما قاعد اتشاور هذا على فكرة لانه مش مقتنع فيه. وراني شارع ثاني نعدل شوارع ثاني نعدلها لكن ما في افضل من هذا حاليا. هذا الخيار الامثل شكله شو مكتوب على اللوحة. اوكي عندنا اللوحة زرقاء حلو حاليا بخليه بالطريقة مو مشكلة عادية او ممكن اني اكسره واسوي نفس هذا بشوف انا بعدين كيف اتصرف معه لانها راح يكون جسر اساسية هاي لانه راح ينزل منها خطوط حق اماكن ثانية بس النزلة ما بتحت بيحتاج الشارع الكبير اللي ها على اساس بعد اني اهدم كمية أقل من الناس وأهم شيء في ساوند بايرير اللي هو حامل الصوت على أساس إنه ما يكون مزحم. لكن مشكلتي إني ما أشوف وايد ناس قاعدين يستعملون الشارع هالشيء شوي قاهرني على فكرة شوي قاهرني لأن أشوفهم قاعدين وهني بعدهم. إنزين هذا التجهيز الشارع الخط السريع هذا الشارع السريع تجهيزه شيء اساسي حق المدن الجايه على فكره في المستقبل وشيء اساسي اني سويته بهذه الطريقه على اساس اني اقدر امد الشوارع من مكان لمكان ولو في الوضع الطبيعي ما ممكن تمدهم. وعندنا شوارع ثانيه نحن بعد المفروض اني ابدلها اللي هي هاي مثلا هذا شارع لازم يتبدل على فكره هذا خلاص ما عاد ينفع بالطريقه اللي هو موجود فيها المفروض ابدا نطلع الخط من المشكله المفروض هذا يكون فكرة بالطريقة هاي حطي له ساوند بارير كم يونت 16 يونت خيب الاشكال هذا 8 يونت اسوي كل لفاتي اسويها 4 يونت الحين بس احسب لكم اليونت معايا على فكرة انتوا تبون احسبوا اليونت بعد عندكم وانتوا تسوون الشارع لابد انكم تحسبون اليونت بسوي شبه مربع ما بسوي شيء اسمه كامل لحظة تنت فور ايت هذا بيكون بعد خط اساسي هذا بعد بيكون خط اساسي مش خط فرعي ادخل منه هذا ما نبغى بالطريقة هنا نبغى سيدة قدر الامكان اوكي اكسر حبة زين نكسر هذا بس هذا متلوزون حتى لو تحت يعني مو متلوزون الخط يكون مرن قدر الامكان شوفوا الحين استوى عندنا شارع احسن من اول هذا ممكن نسميه شوي شارع عام اكثر يعني
ايش هذا الشارع؟ اوكي خط السريع. ما بني شيء، لكن هذا ما له داعي يكون فوق الارض بعد، يعني ما يحتاج. بالعكس شوي نسويه. اساس يدخلون دايركت. بعدين كملوا على الشارع القديم. انزين. لكن الحين اشوف افضل بمراحل من الاولي. ممكن متخطط وايد منها فكرة. وبالطريقة هاي استمر لها الصناعية هاي فكرت فيها انا. لا 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 لا. لكن مش وايد قاعد يستعملون حاليا، لكن بيستعملونها غصب مو مشكلة. على الاقل لو 20 سيارة قاعد يستعملونها الحين ترى الزحمة خفت من هنا ال 20 سيارة. انا افكر فيها بهذه الطريقة. اختار استوى شوي بعيد دربة احسن. ما نبغى يعقد لنا دنيانا على فكرة. يخف هني وايد هيخف حبة. بس عادي شغالين بسرعة ما شاء الله. في زحمة قطارات هنا على فكرة في المنطقة هاي. يبالي بالقطار من فوق جنب هذا بدل ما ودي تحت. لا ما يبالي، بيكون وايد وايد زحمة، بيكون وايد شغلات بيكون موجود في الدرب. مو بيكون اوكي صراحة، مو بيكون اوكي. لا تعال انت قاهرني. احسن ساوند بارير. ما نبغى ازعاج على المدينة. اوكي نفس الشيء ابجريد. ما نبغى نويز. انتو كلكم قريب المدينة، ما نبغى نويز. لان نحن قاعدين الحين شوي شوي نشيل كل مصادر الشور ازعاج، عرفتوا؟ خلنا نكبر الأساس اللي أربع لينات. أنت ليش مكسور سؤال؟ خلك سيدة. أوكي الحين أحسن شكله. بعد شوي الحين أوكي ممتاز. الحين رجال طيب. عنده بعد خلك. كنا شارع دورها كان مشروع كبير على فكرة. بعد ما يدخلون الشارع نفس ما انا كنت متصور، لكن دام انهم يستعملونه ما يستعملونه، لكن مصدر اساسي المدن الثانية على فكرة للزحمة. وهذا زحمة الوديه المدن الثانية على فكرة اللي قاعد يستعملون هالخطوط أسرع. لكن اتس نايس يكون عندنا مدينة جديدة ينزلها هاي واي في الوسط مع ساوند بارير. كل شيء وايد ممتاز على فكرة. في خطة اني اجيب هني بعد هاي واي. خليني اجيب لكم الهاي واي هذا. هذا بيكون سريع ما مش قضية هذا. نعدل بعد شيء ما عليكم. لحظة 5 يونتس. هذا هاي واي دخول دايركت لوين؟ اللي عندنا هني واللي عند منو الصناعية. خلينا نرص شوية الملعب مو مشكلة. حرك الشارع اقرب من الشارع الثاني. كنا رايحين رادين، ما نبغى مسافات بينهم وايد. ما نبغى يكون بينهم مسافات خرافية. ما نبغى بينهم مسافات خرافية. هذا بطريقة هاي. الحين اوكي. اوكي.
سبيس ريدي كيوبايت يبغى شوي تعديل يعني، بس ما مش مره داعي اسوي لساوند بارير. الساوند بارير بغيت حق المدينه داخل، حسوا عندي ثلاث خطوط داخله كلهم ما بين سيده اثنين سيده وشوارع صغيره اللي داخل اصلا. لكن شوفوا الزحمه قاعد تحول من هذا المكان، وهذا المكان لوين عندنا هني، ممكن مدة بعد المكان اماكن ثانيه كمان نحتاج انا فقي يكفي ويوفي سوينا قبل وحللنا مشاكل، لكن الحين استوى شكلها ارتب وايد. فالحين استوت المواصلات بين المدن اصلا افضل بشكل كبير يعني، ما حتى الشاحنات اللي هني بيلفون يسار 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 بيروحوا لكم الصناعية من هذا الطريق اذا بغى يروح الصناعية يعني. بس هذا بغيره بعد هذا، لانه هذا بيكون افضل مكان له وين هني، ونبغى مخرج بعد لوين للهاي واي. شكل هذا ما نبغى شوي مرن اكثر، ننزله شوي اوكي، خليها شوي افضل يكون يعني اوكي اوكي اوكي. ليش الزعل؟ اوكي الحين استوى سيد الى حد معين اوكي. ندخل افضل وايد شوفتي شكلها في النار اوكي. الزحمه قامت تتكون هنا بدل ما تروح داخل المدينه هنا. انا بفضل مكان في المدينه ميرهود يوز اويل. لا تحتشروا علي بس اوكي مشكلتكم. شوف اللي مصفح، شو مشكله هالمنطقه هاي؟ شوفوا لين مصفح الحين استوى عندنا مواصلات دايركت، مصفح واحد واثنين بيمكنهم من الطريق هذا، المفروض يطلعون بعد من الطريق هذا، وهذا بيجون من مدينه ثانيه على فكره ولا من ايران. اللي بيطلعون من هني المدينه الثانيه بعد اتصور بياخذون هالدرب والدواره هني ولك بيتوكلون على الله. لكن هذا كان مشروع طريق سريع لها الحلقه، ووقت الحلقه خلص اليوم. اتمنى تكون عجبتكم الحلقه، ولا تنسون شير لايك سبسكرايب، وطفنا وقت الحلقه وايد الحين نساعد القناه تنمو وتكبر، وان شاء الله السلسله هذه بتستمر لان نسوي مدينه كبرى. وعلى فكره ما وصلت الحدود، نزلت مود اني افتح كل الخريطه، لكن كل الخريطه بعد بدري عليه. فنشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه على خير.